الساس تبقى صراحة السكن مزبورين. كاين ناس معلقين اليوم على الهدم فين غيمشيو، كاين ناس معذبين فين غيمشيو. ما عمر شي واحد جا عندنا، ما عمر شي واحد سول فينا، يعني لا مسؤول لا مسؤول لا حتى شي واحد، وتقول عمر شي واحد سول فينا. مصيرنا الزنقه واقيلا يا الزنقه. كرفصنا وصافي هادشي اللي كاين. نهار كنزاح لنا عسير في الخيمات تبقى صراحه السكن مجبورين. كاين ناس معلقين اليوم على الهدم فين غيمشيو، كاين ناس معذبين فين غيمشيو. ما كاينش شي دار مصلحه، عندهم الناس الدار مصلحه ما غيباتوش هنا في البرد. الناس ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم والو، ما كاين سوق اليوم، لا قياده لا عمل لا باشا لا حد، ما كاين حد يسوي فينا. نهار الجنزه ما كاين حد يسوي، ما عمر شي واحد جا هنا قال لك واش خاصكم واش ما خاصكم، ولو فراش ولو غطا ولو اكل ولو، وتقول مالو حتى مساعده، ما عمرش حنا شي مساعده، راه شي مساعده نستافد منها ما كايناش. تقول شي حاجه غير كذوب، تعطي شي مساعده كاينه هنا وسط المدينه وضربقه، راه معروفه جناخيات هي الاولى كاع في تاريخ معروفه. هذه سميتها جناخيات ضربقه. ضربقه اي، وقديمه في مدينه تاريخ، راه من الناس القدامى ماشي من الناس يلاه قالوا بسم الله يلاه بناو بني جديد شي حاجه، الناس قدامى هنا. كلشي ضد مسقي، واش هاد الناس غينعسو غينعسو؟ كاين اللي عندها هنا اربعه الاولاد خمسه الاولاد، كاين اللي عندها هنا ارمله ما عندها فين تمشي فين غتمشي، كاين اللي عندها هنا ثلاثه الاولاد، كاين اللي عندها اسره ساكنه في خيمه فيها سته النفوس، سته الاسر في خيمه واحده، واش هاد الخيمه واحده غير تمشي بس الاسر؟ لا هذا ديال الناس، هذا الناس جابوهم ديورهم وبالخلعه وبالغربه باش جابوا باش يبنيو الخيام. عطيونا غير خيمات، فين هما الميكه الشجيه؟ فين الميكه؟ ما كايناش. لا حول ولا قوة في الواقع، ماشي بقاو تحكموا ماشي يوم الانتخابات. انا بغيت الصوت ديالك الله يعطيك الخير، بغيت الصوت الله يرحميك ويبين ديال ليك، فين هجرتوا لينا؟ هذا تهدوا لينا، ما كاين اللي يسول فينا. حنا هنا مضرورين، كلشي الناس مضرورين بعائلتنا بولادنا بكلشي، يجوا غير يشوفوا لينا واخا بالكذوب، يقول لنا اش كاين ما شتش حتى شي واحد. هنا عندنا 64 اسره، هذه غير اسره بدون اطفال. الا جيناك واحد الاسره شحال من طفيفه عندها، غلقوا كل واحد عنده اربعه خمسه ثلاثه. دابا حتى هما غيضيعوا يعني. ضايعين هما البرد، هو باش دابا البرد صاحبي، البرد دابا مساكن فين باش يتغطاو هاد الناس؟ فين هو الفراس؟ فين هو الغطا؟ فين هو؟ باش يتغطاو؟ لا خيام زينه لا 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 والو، فين غيتغطاو؟ فين يمشيو؟ الا كان دابا الشر هاد الدراري ساكنين تكرسوا، مازال الكبار غيهربوا يمشيو يتغطبوا، والصغار فين عندو حنا ولادنا؟ لحوم الزنقه حشاك. الرسالة مسؤولين الله يرحميك الوالدين، مع مسؤولين الكبار يشوفوا بحال هاد الناس ديال تارودانت ساكنة داخل تارودانت، الله يرحميك الوالدين. هاد الشيء اللي كان الأخ، هاد الخيام خلينا نسكنوا فيها جراء الزنزة اللي جا، تشقوا لنا الديور ديالنا، خرجنا جات اللجنة دوزت شافتهم قالت لنا تخرجوا، ما بقاوش صالحين يعني للسكن. كل شيء داك الشيء مشقق مشقق خطر علينا، وجينا لهنا درنا الخيام، الخيام غير ديال الحوفة، صحاب هادي المقاطعة ولا حتى حد ما فكر فيهم. جينا هنا جلسنا صافي، اصلا خايفين من دوك الحيوط ملي بدا الزنزان وحنا هنا. اكثر من السيمانة دابا هادي؟ اكثر من السيمانة، اكثر من السيمانة 15 يوم. 15 يوم هادي. والبرد بزاف هنا، وجايه الشتاء والبرد، كتعرف راه الشتاء والبرد راه خطر علينا. ولادنا حتى هما مرضوا لينا هنا، كنطلبوا غير فكروا في هاد الناس، عطيهم بعدا غير الخيام والسكن اللي خرجنا. واحد سول فيكم؟ لا 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 مسؤول حتى شي واحد. جا قلت لك جات اللجنه دوزت داك دوك الشقوق دوك الديور، علقوا لنا الورقه باش الورقه شنو فيها؟ افراغ ما بنا غير صالح للسكن، هذا الشيء اللي فين غادي تمشي؟ ايوا انت كتشوف. يعني دابا انتم مصيرنا الزنقه واقيله، هي الزنقه يعني وليتوا ضايعين في الزنقه. ضايعين وما خدامين، ما خدام الناس عام ساكن هنايا، راه بزاف الناس المساكين. المعاناه ديالنا فعلا في هاد هنايا راه مكرفسين. مكرفسين 64 اسره، كلشي مكرفسه هنا. يعني خرجتوا من ديوركم؟ خرجنا من ديورنا، قال لنا خرجوا من ديوركم، راه دايرين لنا قال لنا الافراغ، وفين بغينا نمشيو؟ حد ما عمره سول فينا. ما عمر شي واحد جا عندنا، ما عمر شي واحد سول فينا. يعني لا مسؤول لا مسؤول لا حتى شي واحد، وتقول عمر شي واحد سول فينا. وانا عندي راه سبعه الوليدات، وانا اللي خدامه عليهم. ها انت انا قاعده هنايا في الكيطون هنا، ومازال دايره غير بالفراس نتوعي، ولادي كلشي مراض ليا. ما عطاوهمش لكم؟ ما عطاونا حتى حاجه. ولادي دابا انا صغار كلهم مراض ليا. ما كاين اللي سول فينا. البارح مشيت هضرت مع المقدم قال لك انا لا اخر انا لا علاقه ليا بهذا الشيء. ما عمر شي واحد سول فينا من نهار الزنزال، وما عمر شي واحد جا عندنا.
ومكرفسين هنا ومكرفسين الوليدات واش يمشوا للمدرسه واش نخرجوا نخدموا عليهم ما عرفناش بينا نديروا دابا والو احنا متشردين هنايا عند السور جيت قبيل الهود احنا قاعدين هنايا حد ما سول فينا 64 اسره مكرفسه هنايا وحد ما سول فينا حد ما جا عندنا ما استفدنا من حتى شي مساعده واحد السيده الله يرحم لها الوالدين هي اللي كانت عندنا والبارح عطاتنا شي حاجه اللي كتب الله شي منا كتبها الله عطاتها لينا واحد ما عمره وصلنا لهنايا ما عمر شي واحد جا عندنا ما عمر شي واحد وصلنا لهنا حنا البوفريه وانا اللي خدامه على الوليدات الراجل ما كاين انا اللي خدام على هاد الوليدات وانا اللي كنت نمشي نخدم عليهم في الفورم وكل شيء هاني دروكا قاعده مقابلهم في هاد القيطون ما كاين اللي يشوف فينا ما كاين اللي يحن علينا 64 اسره هنايا كل شيء مكرفسين الله ينصر سيدنا الله يرحم لهم الوالدين ويشافيه الا ما يشوف محالنا ربما عمركم تخيلتوا ما عمرنا حنا ضنينا كاع هذا الشيء يكون ايوا الحمد لله هذا القدر ديال الله حنا كنتصرفوا فيه الحمد لله على كل حال ولكن خاصهم يسولوا فينا ويعرفوا حتى حنا فين من نهار الزنزان وحنا هنايا ما سول فينا حد المقدام اللي جاب لينا الماء جاب لينا الماء وجابنا شي باريات وشي محسنين جابوا لنا الحليب والماء صافي ديال البلديه مجلس البلديه رئيس المجلس وا خويا انا ما شفت شي ما شفت شي اخويا انايا ما نكذب ما عمرت شي واحد ما عمرني شفت حد انا نكذب حنا كنعانيو هنا حنا ولادنا ما عمر شي واحد سول فينا علقوا لينا الوراق في ديورنا صافي ما عمرنا شفنا لا مسؤول لا حتى شي واحد حتى شي حد ما عمرو سول فينا حنا دابا حنا كاينين هنايا كنعانيو في هذا التشرد ما كاين اللي سقسى فينا وكنطالبوا من جلاله الملك يدير لنا الحل لهذا الشيء حنا ما راضيينش بهذا الوضع فاش كاينين كنطالبوا من جلاله الملك الله يشافيه ويخليه لنا يعني خويتو ديوركم خوينا ديورنا حنا ولادنا وجالسين هنايا كنطيبوا هنا كنضلوا هنا كنباتوا هنايا في هذا البرد حتى شي واحد ما سقسى فينا يعني الشتا جايه احنا الشتا البارح نيت كنا كاملين مخلوعين كنقولوا الا جات الشتا اش غادي نديروا لا حنا ولا ولادنا واش نهزوا ولادنا ولا اش غادي نديروا شنو رسالتك لهاد المسؤولين ربما اللي ما سولوا فيكم دوما وبقى فينا الحال علاش ما سول فينا حتى شي واحد واش هاد الحي هذا ماشي من المجلس واش ماشي من البلديه واش ماشي من العماله واش هنا ما حاكم فيه حتى شي واحد الحي درباقه جنانه خياط راه كلشي الديور ديالو مهددين تا الناس كاع اللي ديورهم غير مشخوقين راه الديور اللي حداهم كلشي غادي يطيحوا كنطالبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا لنا الحل لهذا الشيء حنا ما راضيين على هذا الوضع فاش كاينين